ايه؟ انت بتتكلمي بجد؟ طبعا، وهي الحاجات دي فيها هزار؟ انت لسه ما فوقتيش من اللي كنت فيه. ايوه، ما هو جوازي من حسام بقى هو اللي هيقويني ويخليني انسى بقى كل القرف اللي كنت فيه ده. انا ما بقتش فاهم انت بتفكري ازاي. طب راجع نفسك طيب قبل ما ترجعي وتندمي تاني. اندم؟ انت اصلك ما تعرفش حسام كويس. حسام ده ملاك، ملاك. ايوه بس الملاك ده في فرق سن كبير جدا بينك وبينه. فرق في السن؟ انت لسه بتفكر بالطريقه دي؟ وبعدين بقى في حاجه اسمها العمر النفسي، وده اهم بكتير قوي من العمر الحقيقي. والله العظيم انا وانا قاعده بتكلم معاه بحس ان هو قدي في السن، يمكن اصغر كمان. ممكن اسالك سؤال؟ طبعا اتفضل. الجوازه دي صفقه؟ صفقه؟ صفقه يعني ايه؟ مش فاهمه. يعني هو خلصك من وليد ومنذر وفي المقابل هيتجوزك؟ خالص طبعا. لا انا بفكر بالطريقه دي ولا حسام كمان بيفكر بالطريقه دي. الموضوع وما فيه ان انا لقيت نفسي قدام راجل بجد قال لي هحل لك كل مشاكلك، وفعلا صدق وحل لي كل مشاكلي. انا ما خبيتش عنه حاجه، حكيت له كل اللي جوايا، كل المصايب والبلاوي، وكنت خايفه جدا من رد فعله. بس المفاجاه بقى ان رد فعله جه في صالحي، سامحني ومد لي ايده، ولقيت حاجه تانية اتسند عليها، رجعت تاني اقف على رجلي. انت فاهمني يا عمرو؟ يا عمرو يا عمرو، انا كنت محتاجه الراجل قوي يقف جنبي ويساعدني من الوحوش اللي انا كنت واقعه بينهم دول. وحسام راجل قوي جدا، وفي نفس الوقت كمان راجل طيب، وهو ده اللي هيقدر يحافظ عليا، وانا من ناحيتي هخليه يحبني اكتر واكتر كمان ما بيحبني. انت ليه محسسني انك مش فاهمني؟ انت كنت اكتر واحد في الدنيا دي بتفهمني. ايه اللي جرالك؟ كنت يعني ايه؟ يعني انا خلاص ما بقتش عارف انت عايزه ايه ولا بتفكري ازاي. انت ليه بتقول كده؟ لان اللي انت هتعمليه ده غلط. مفيش واحده عاقله في الدنيا ممكن تخرج من تجربه تخش في تجربه تانية بالسرعه دي. لازم تقعدي مع نفسك وتعيدي حساباتك تاني، وبعد كده خدي قرارك. ومين قال لك بقى ان انا من ساعه ما رجعت مصر مش واخده قرار؟ طب ما انا جيت لك وترجيتك تقف جنبي. عملت ايه انت ساعتها؟ انا كان في ايدي ايه اعمله ما عملتوش؟ ده انت كنت الاستثناء الوحيد في حياتي، وكنت عارفه من زمان ان انا مقرر ان انا مش هشتغل مع عدنان واللي معاه، ومع ذلك حضرت المؤتمر عشان خاطرك، وبدات في تحضير الفيلم برضه عشان خاطرك. انا مش راجل مليونير عشان ادي وليد كل الملايين دي، ولا انا عندي نفوذ عشان اخرج ابوكي من السجن في ربع ساعه، ولا عندي قصور عشان اعرف اهربك فيها. انا راجل فنان وبس، ما عنديش حاجه في الدنيا غير فن. حتى فني ده مش ممكن يطلع للنور من غير اللي زيهم عدنان ووليد وحسام. ثانية واحدة، ممكن ارد على الموبايل؟ ايوه يا مسعد. جبت لك كل الحاجات اللي في الاوتيل زي ما وعدتك. طيب برافو عليك. لا انا ثواني هكون نازلالك. اوكي مع السلامه. معلش انا لازم امشي حالا، بس يوم الخميس الجاي احنا عاملين حفله على العشاء. يعني هي مش حفله بمعنى كلمه حفله، هي حاجه صغيره قوي عشان اتفقنا ان الموضوع يبقى في السر. الموضوع يبقى في السر ليه؟ يعني هو مش في السر قوي برضو، هو عازم اخواته ومسعد ده دراعه اليمين وكتم اسراره، وانا من ناحيتي عازمه كل الناس القريبه ليا، انت وسميه وابويا وامي. اوعى ما تجيش، انت اكيد عارف غلاوتك عندي عامله ازاي عشان خاطري.